بصوا يا جماعه، مش هينفع اجيب الكاميرا عليهم يا جماعه. لاحظنا وجود اطفال مشردين ما كان عندهم مانع ابدا انه يظهروا على الاعلام، اخذنا موافقتهم. جيت لعند زلمه قرب لهون جيب بنطلونك. ايه انتوا بالكوا قد ايه كده نايمين في الشارع؟ سنة ونص. اصل انا لو طلعته يا جماعه وبيعيط كده يا جماعه، يمكن قلب امه تحن، يمكن ابوه يحن. لا مش هيحن يا جماعه، ده كان حن من الاول يا جماعه. ابو يحيى وابو محمد ولادك عندي، ولما قلبك يحن هم موجودين عندي. تدلني وين بتنام؟ لا قبل الجينة تامة. وين أبوك؟ وين أخواتك؟ هلا أختي الصغيرة مع عمي وأبي، وأمي أبي ما بعرف وينه، دورت وما لقيته. كيف بتاكل؟ كيف بتشرب؟ هلا بشرب من الحديقة هذيك اللي هنيك مي، وأكل بدم الأرض. اي جمعية الا جمعية حقوق الطفل، رحت وقت شو هربت من عندهم. ليه؟ هون ما عجبك اكثر من المركز؟ ايه. وين بتنام؟ احنا وين بنام؟ بس امبارح نمت بهاي السجن. انت كمان هون بالحديقة؟ ايه ما بدنا نرجع على المركز. طيب هلا انت وين اهلك؟ انا امي وابي ميتين. هلا شو بدك ساعدك؟ كيف بدك ساعدك؟ قلت لك شو؟ تاخذينا على الاس او اس احسن. تروح هلا معي؟ ايه يلا مشي. يعني مستهل ما كنت تقبلون ابدا؟ نحن بهالمكان هذا؟ استاذ رغم الموضوع صدقيني مو من عندنا، عرفتي؟ من عن مين؟ بتحتاجي حصن الوزاره بعد. احنا عم نبعث تقريبا ندور على اولاد، احنا هربانين من عندنا من المركز. ايه وفي خبر انه هن الموجودين عندكم. طب انتم كيف سمحتوا اساسا بهروبهم؟ يعني هن قالوا لي الباب مفتوح فيهم يهربوا باي لحظه، كيف انتم سمحتوا اساسا بهروبهم وهلا بعدين بس عرفتي انه هن معي عم تتواصلي؟ الله يعطيك العافيه، شكرا لك. كيف اكيد ما سمحنا بهروبهم وكثير حريصين عليهم. تم فيهم اكيد اذا بتريد احنا مو ما بنحطين بنفس النظاره تبع تمام لحالهم تمام لحالهم.